السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية على قناة عائلة الأطفال. برحب بكم على القناة، بقدم لكم النهاردة 6 أسباب لحدوث البراز الأخضر عند الأطفال. كتير من الأمهات بتشتكي من المشكلة دي، الطفل بيكون برازه أخضر، يا ترى إيه الأسباب؟ خدي عندك رقم 1، يكون الطفل عنده نزلة معوية. نزلة معوية يعني معناها الطفل عنده إسهال أو ترجيع أو مغص وكده، وارتفاع في درجة الحرارة، فبيكون غالبا معاه البراز بتاع الطفل في الفترة دي أو في الحالة دي بيكون لونه أخضر. الحاجة التانية، لو طفلك بياخد مضاد حيوي، المضاد الحيوي ده بيموت الفلورا أو البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في الجهاز الهضمي، وده بيسبب البراز الأخضر عند الطفل. تالت حاجة، لو الطفل عنده حساسية طعام، حساسية الطعام دي طفل ممكن ياخد حاجة يحصل له أعراض حساسية في الجهاز الهضمي، وقد تظهر كمان في الجهاز التنفسي. فمهم قوي تكوني عارفة إن من ضمن أسباب البراز الأخضر ممكن يكون طفلك عنده حساسية من أكل معين. انتبه كويس قوي قوي للأكل، ممكن يسبب المشكلة للطفل. لو طفلك أكل بيض أو أي حاجة أو زبادي أو لبن، ممكن يكون هو ده سبب المشكلة، وده بيعتمد على الطفل نفسه مش في المشكلة نفسها في الأكل. يعني الجهاز المناعي بتاعه مش مهيأ للأكل ده، وبالتالي بيسبب نزلة معوية، وقد يسبب طبعا زي ما احنا قلنا البراز الأخضر عند طفلك. رابع حاجة، وهو لو طفلك بياخد مركبات حديد، أي حاجات فيها حديد، فيتامينات أو مقويات الطفل بياخدها وفيها حديد، ده ممكن بيسبب البراز الأخضر عند طفلك. وممكن كمان تلاقي البراز بتاع الطفل لونه زي البلاك أو اللون الأسود. خامس نقطة بقى، وهو كون الطفل بياكل حاجات خضراء زي الخس والجرجير، الحاجات دي كلها أو الكرنب، دي ممكن يسبب اللون الأخضر في براز الطفل. سادس نقطة وآخر نقطة، وهو الطفل اللي بيرضع رضاعة طبيعية بيرضع من ناحيتين مع بعض، يعني يرضع شوية من هنا وشوية من هنا. الطفل ما بيرضعش رضعة للآخر، يعني مش بياخد الهايند ميلك زي ما بيقولوا أو اللبن بتاع المؤخرة خالص، لا الطفل بيشرب اللبن في الأول. وزي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهات على القناة إن اللبن ده بيتقسم لثلاث مراحل، المرحلة الأولى والتانية والتالتة، هو بياخد المرحلة الأولى بس اللي عبارة عن مية وبسكر، والمية بسكر دي هي دي اللي بتسبب البراز الأخضر عند الطفل. فنصيحة، لو أنت بترضعي طفلك رضاعة طبيعية لازم تخلي الطفل يصفي صدرك خالص وينهي صدرك، ينهي اللبن اللي موجود في صدرك، وده هتحسيه لما تحط إيدك على صدرك، ده بالتالي هيمنع مشكلة البراز الأخضر عند طفلك. دول كانوا 6 أسباب مهمين جدا لحدوث البراز الأخضر عند الأطفال. أتمنى تكون الحلقة مفيدة وتعجبكم. ما تنسوش بقى نعمل لايك للفيديو ده، نعمل اشتراك في القناة، وتابعونا دايما على قناة عيادة الأطفال. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.